لا يا راجل لا. شكرا على سؤالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أنا أرى العكس تماما. تو شن عارفك في الديمقراطية أنت؟ أنت شن عارفك في الديمقراطية وفي المعارضة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي خود لك هاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ بالإضافة لذلك خروف يكلم في حصان. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا لا 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 يا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 هو أنت إن شاء الله هنا. ما لو أنت بيني نمشي في زمن الكورونا قاعد أنا. اسمع انا ياهو لبست هاي. شو رايك نوض ارفعني حوش اختي خديجه نوض. لا 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 بعيد ما يصيرش منها. لا قلت لك لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. غادي باهي غير اسمع نوض باهي نوض ارفعني لحوش خالتك. اهي هي مريضه منها يعني نهوى عليها وناخذوا بخطرها. هاي نوض. لا دنا غادي قلت لك تم خالتي هذيا قلت لك خلاص في ضرب غادي كاي وممكن حتى تهجروا توا. لا 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 مش هيك يا راجل. حاجه ثانيه اهو اسمع باينور نمشي طريق الشط باهي تعرفني هذا حشيش طريق الشط وخذ لي حنا بيتزا ومشروب وبعدين الدهور هيك نشموا يعني البحر نشموا شويه البحر. البحر لا ماء فيه تاليف احمد ابراهيم الفقير خلاص البحر فيه كلب ما فيش ميه. لا لا يا راجل شنو نعرفك في اسلوب الحوار واساليب المتحاورين انت 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 خيرك هيك وليت يا راجل شو حكايتك؟ انا وليت اكبر معارض انا وليت ليبيا حره. اكبر معارض على شنو يا حسره؟ على القتل على الدمار على تهجير الناس على ما فيش فلوس على شنو معارض بالنبي؟ خليني نقعد بحداك كل يوم مليون راسي وراسك. انا اكبر معارض بنولي اكبر معارض كل شيء بقول عليه لا ما عجبنيش لا مش هكي لا هادي ما تجيش لا هادي ابصر كيف ها آه آه هو غريب غريب. لا 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 أكبر معارض. إي لكن المعارضة راهي نقول لك الحق تبي حرية. حرية؟ إي تبي حرية. طبعاً تبي حرية. المعارضة تحتاج إلى الحرية وتحتاج إلى رأي الأغلبية وتحتاج إلى حكومة ظل وتحتاج إلى مراقبة وتحتاج لكي تنتعش الحرية. شو بنقول لك توني؟ الديمقراطية المضبوطة والصحيحة اللي فيها هنا. ها معناته وحنا عندنا ديمقراطية. ايه كانوا يبوها ديمقراطية لكن الله غالب خشت في حيط. كانوا يبوها ديمقراطية. لا حول ولا قوة إلا بالله. باي ما لا يبلى منك نستفيده. بالله يقولي لي رأيك في الديمقراطية كيف؟ الديمقراطية يعني رأي الأغلبية من الناس فهمت ولا لا؟ الديمقراطية تعني أغلبية الرأي يعني الناس يكونوا عندهم آراء والناس يكون عندهم إيد واحدة وكلمة واحدة هذه اللي نعرفها أنا. هي هذه الديمقراطية أهو. باهي بارك الله فيك بارك الله فيك. بعدين تعني أنت نبي نفهم حاجة واحدة أنت علاش تبي تكون معارض؟ أنا نبي نولي معارض وأكبر معارض نبي نولي معارض على كل شيء. هذه لا هذه لا هذه لا هذه لا هذه لا باش يعطوني فلوس ونحصل منصب وندير شهرة ونطلع في التلفزيون في الليل والنهار نفتي ونقول هذه لا. المعارضة أنا اللي نعرفها لازم يعني يكون عنده مشروع ويقدم للناس ويقعد يشرح للناس ويدافع لمشروعه لين الصورة تكمل وتفهم المشروع هذا الناس. هي هذه الديمقراطية ولا لا يا فالح؟ مش مهم المهم الموضوع المهم الموضوع مش المشروع مشروع شنو هذا المهم الموضوع المهم نولي أكبر معارض أنا المعارض الأول. تعرف شنو يغير لي الموضوع هذا خيلك راه تعرفي ونحكي لك حكاية واقعية. ايه زمان احنا يا سيدي بنسيد في ليلة خميس وصبحة جمعة قال بويا الله يرحمه شنو رايكم تمشوا لحوش خالكم ولا تمشوا لصبراتها تتفرجوا على الاثار غادي كايا وديروا سلطوات في البحر وتشوفوا المدينة الاثرية الجميلة اللي ما فيش زيها في العالم. سي
سليم اكيد بوك معناها واخد الديمقراطية صح. ها باه يو يا سيدي بن سيدي فرحنا 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 ها قلت رقدنا رقدنا وتبحبحنا نحلموا بالبحر ونحلموا بالجو ونحلموا بالاثار ونحلموا بالنفاس بالطن والنفاس بالدحي والحمد لله رب العالمين. فقنا في الصبح قال امي قالت يلا كل واحد يلبس حوايجه تمشوا لحوش خالكم تمشوا لحوش خالكم. بينما احنا كان امننا بان نمشوا لزبراته ونمشوا نتفرجوا على البحر غديكايا وغيروا الجو. اي بس ابوك اكيد اكيد عاد احسن من الموضوع لان الاغلبيه هيك. لا بوي دار الحوله دار الحوله و اي شد تركينا وقع مزقعد مداير روحه يقرا في كتاب. سبحان الله كيف هيك بقى انتوا يعني ما كلمتوش يعني ما قلتولاش يا ابوي راهو هيك راهو انت قلت لنا وانت انت راجل ديمقراطي وتعرف حق ربي كيف يعني سكتوا هيك وخلاص. لا من يومها عرفت بان الديمقراطيه هذه كذبه كبيره وان القرارات تتخذ في الغرف المظلمه ضد الشعوب النائمه. بالحق راهو عندك الحق الديمقراطية راهي حاجة كلمة كبيرة عند اللي يفهمها. هي مدامك هيك قلتي ما لا وتوا بنقول لك المثل وكانك فالحة انت جاوبي عليه. طيب فيك غيرت لي جوك شوية تبي تضحك على الأقل الأمثال الشعبية هيك الواحد يحس هيك بالتراث ونغيروا في جونا ديما احنا سياسة معاش نبوها سياسة نبو بلادنا ترتاح ونبو اللمة الحلوة ونبو نرجع أحباب وصحاب وجيران زي قبل. هيا يا غالي هيا يعني نسمع فيك. يا مبعد مكة استنى استنى هي يا مبعد مكة هي بعيدة صح لكن يا ربي يا سيدي الله لا تحرمني منها يا الله يا ربي يا سيدي يا رب العالمين إن شاء الله معاني وياك يا طيب يا رب العالمين وانت وعدتني بترفعني ولا إن شاء الله حتى عمرني راضي إن شاء الله وبإذن الله تعالى يا ربي يا حفظك. ها يا مبعد مكة أنا نقولك أنا شاطرة راه يا مبعد مكة يا مبعد مكة يا مبعد مكة. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.